رسالة شكر خاصة أود أن أوجهها إلى معالي الشيخ خالد المعولي رئيس البرلمان العماني لما تفضل به تجاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك خلال اجتماعه في البرلمان الأوروبي مع وفد شبه الجزيرة العربية، والذي أكد فيه الدور الكبير للشيخ صباح في حل الكثير من الأمور في المنطقة، ودوره كوسيط موثوق به من قبل الجميع، ومحاولاته المستمرة والحثيثة لتقريب وجهات النظر وتوحيد الصفوف سواء على المستوى الإسلامي أو على المستوى العربي. وأنا أقول للشيخ خالد يعني أشكره كما يعني يفخر هو كما يفخر الكويتيين بوجود حكيم الأمة الشيخ صباح الأحمد ودوره الكبير في هذه الملفات. أشكر أخواتي وأخواني في الأمانة العامة لمجلس الأمة وفي الشعبة البرلمانية على الجهد الكبير الذي بذلوه على مدار فترة انعقاد هذا المؤتمر، واللي كان لهم يعني أكبر الأثر في كل ما قدمه أختي وأخواني النواب من جهد خلال هذه الفترة. والشكر موصول إلى سعادة السفير جمال الغنيم وأعضاء السفارة الكويتية والمندوبية في جنيف على تسهيلهم مهمة هذا الوفد. شاكرا لكم جميعا أيضا كإعلاميين تغطية فعاليات هذا المؤتمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى ما فيه خير الكويت والبرلمان الكويتي.